أنا اللي انبسطت لما عرفت إنه أستاذ رامي جمال معي، لأنه كتير بحبه كتير. يعني أنا بعثت له أول ما عرفت إنه أنا وياه رح نغني ديو بالحلقة، قلت له بعثت له بقى كل أغاني اللي أنا عارفاها، قلت له أنا أعرف لك كل دول. أكثر أغنية بتحبيها رامي إيه؟ كل شيء بحب له والله، كل شيء. تحب يسقف؟ طب طبعاً. العالم كله كان بيسقف في الفيلم، بس الصوت اللي زي نداء هتلاقيها دايما بتروح على الطرب يعني. ايوه اللي فيها غنى يعني هي هتبقى عارفه سقف. بس طبعا انا قادر دلوقتي اتخيل هي الاغاني، يعني غير انها بعتت لي على اغاني بتحبها، بس انا عارف بقيه الاغاني اللي بتحبها. انت عارف ذوقها وعارف الصوت ده هيقول ايه. ما هو مش هيرضى تبارك الله يقول حاجه ما عرفش يطلع امكانياته فيها. يخليك انت عايز تسمع منها ايه بصوتها؟ هي لي اسمع جيت لك فكر. يا سلام. يلا. جيت لك فاكر انك لسه زي زمان، اسف جدا شكلي غلطت انا في العنوان، لعنك نفس عينيك ولا عارف فيك الاقيك، هو في ايه بيفضل على حاله يعني ما جاتش عليك، مش ندمان علشان خسرتك واندم ليه، ما باش فاضل منك الا تعلق بيه، اللي قصادي خيال لا حبيب ما بقاش موجود، هو في ايه بيفضل على حاله يعني ما جاتش عليه. انا هشيل الاغنيه اللي بصوتي على اليوتيوب ونسيب دي. طب انت شايف بقى ان هي غنيت احسن منك ولا انت غنيت احسن؟ لا لا بص يا لا امير لا بص لا يا امير لا 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 قبل ما ترد لا لا ابدا بقى. ابدا خلينا أبداً. بس خليه هو يغني. خليني اقول لا بس قبل ما تقول انا عايز اسمع منك انت. انا عايز اسمع اللي قلته دلوقتي. يا انت ما كفاكش الاعتراف اللي انا اعترفته؟ لا ايه اكيد بتغني يعني الاغنيه كويس جدا، بس اكيد بتغنيها بطريقتها يعني، اكيد انت طريقه وهي طريقه، كل واحد وليه. طيب رايكم الطبقه تبقى منين؟ نمائيه نروحها ولا انا قلت نقفل عليها. جيت لك فاكر انك لسه زي زمان، اسف جدا شكلي غلطت انا في العنوان، لعنك نفس عنيك ولا عارف فيك الاقيك، هو في ايه بيفضل على حاله يعني ما جاتش عليك. الله شكرا. الله انا احترت. انا احترت. انا ما احترتش. انا والله احترت. لا الاثنين جامدين كل واحد بشكله يعني. لا هي ما شاء الله نداء أويلة، بنسميها في شغلانتنا أويلة يعني ما شاء الله. يسعدك يعني. اديها أي أغنية وما تخافش.